السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنقدم معكم واحد المادلين اللي كيجيوا رائعين بكمية وفيرة كيف كتشوفوا معايا، بمقادير اللي هي اقتصادية وبسيطة وما كيحتاجوش منا وقت اللي هو طويل. في ظرف تقريبا 10 ديال الدقائق كيكونوا موجودين. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، والى عجبكم ما تنسونيش من لايك ديالكم والبارطاج للقناه. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. وهنايا بسم الله غادي نبداو بالوصفه ديالنا. هنايا خديت 3 ديال البيضات اللي عندي صغار في الحجم ديالهم، بالنسبه اللي عنده البيض كبير 2 بيضات راه كافيين. كنديرهم هنايا في هذا الهشوار وغادي ندير عليهم قبيصه ديال الملحه وكاس ديال السكر سنيده، وغنتخلط مزيان حتى يتخلط لي السكر سنيدة مع البيض والملح. اللي باغي يدير ساشيه ديال الفاني ممكن، انا خليت الفاني حتى الاخر حيت غادي ندير الفاني السائله. هنا بالنسبه اللي باغي يدير على الخلاط اليدوي ممكن، انا اختاريت هنايا درت الهشوار. اول حاجه كانت عندي شويه السنيده شويه غليظه، وثاني حاجه باش نزرب باش ما ياخذش لي وقت اللي هو طويل. وخديت هنايا كاس لاروب ديال الزيت اللي زدتو هو المكونات، وغنخلطو واحد شويه وغادي نزيد عليه كاس ديال الحليب. صدقوني هاد لي مادلين كيجيو رائعين وساهلين، ما كياخذوش منا وقت اللي هو طويل كيف غادي تشوفوا معايا، وما كنحتاجوش حتى المواعن بزاف نبقاو نغسلو فيهم. انا هنايا كيف غادي تشوفوا معايا انا استعملت هاد الهشوار بوحدها ومغيرفه باش الزيت، وحتى المول كيف شفتوا معايا راه بقى نقي ملي درت فيه دوك الكويرطات ديال الكاب كيك. صافي هنايا كيف شفتوا معايا من بعد ما خلطت البيض مع الزيت والسكر سنيده والحليب كاس ديال الحليب، هنايا غادي نبدا نزيد الطحين بشويه بشويه. المهم انايا دازت ليا 3 الكيسان ديال الطحين، وهنا كيف غادي تشوفوا معايا راه خليته شويه ثقيل حيت ضروري هاد لي مادلين كيبغيو شويه الخليط يكون ثقيل ماشي بحال الكيك كيكون شويه خفيف على هكا. المهم نتمنىكم تكونوا فهمتوني، هانتوما غادي تشوفوا معايا في الاخر النتيجه اللي غادي نحصلوا عليها باش ملي كنديروا هاد لي مادلين في الفران كيتنفخوا لينا وكيجيو بومبي كيف شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. ومني كنديروا دوك الحبيبات ديال الشوكولات اولا السكر ما كيهبطش لينا. هنايا كيف شفتوا معايا زدت تقريبا معلقه صغيره ديال الخل، كيعطيو واحد الهشاشه زوينه للكيك او لي مادلين بحال هكا انا كنستعملو دائما، كيجيو خفاف وكيجيو زوينين. هنا كيف شفتوا معايا من بعد ما خلطتو هانتوما كيف كتشوفوا مازال راني غادي نزيد هنايا واحد شويه ديال الطحين، وغادي نزيد 2 صاشيات ديال الخميره ديال الحلوه، وغنخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم كيف كتشوفوا معايا. صافي كيف شفتوا معايا في الاخير غادي نزيد واحد شويه ديال الفاني السائله. وبالنسبه اللي باغي يدير سكر الفاني كيف قلت لكم في الاول اولا ينسمهم بالنسمه ديال الحامض يديرها من الاول. انا هنا كيف شفتوا معايا خليت حتى الاخر عاد غادي نزيد هاد النكهه ديال الفاني باش كتبقى ليا النكهه ديالها زوينه كتجي في لي كيك او في هاد لي مادلين كتجي زوينه. صافي وكنخلطوا كلشي مزيان، وغادي نجيب القالب اللي غادي ندير فيه المول اللي غادي ندير فيه قوالب اولا دوك الكويرطات اللي كيكونوا ديال لي مادلين على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا. صافي وكنبدا نخوي فيهم، غنحاولوا ما نعمروهمش بزاف، نخليو واحد شويه باش نخليوهم فين يتنفخوا لينا. كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نعمرهم. وهنايا التزيين كل واحد وكيبقى على حسب الاختيار ديالو. انا كيف غادي تشوفوا معايا زينتهم وحدين زينتهم شويه ديال الشوكولات، وحدين زينتهم بحبيبات ديال السكر. وهنا كيف شفتوا معايا راه تبارك الله هاد الكميه اللي درت معاكم كيف شفتوا كميه اللي هي اللي بسيطه راه خرجت ليه تبارك الله. هنا كيف شفتوا معايا 12 على 3 15 الوحده اللي خرجت ليا. هنايا كينفعوا هادو الكوتي اولا بحال هكا كيديوهم لوليدات المدرسه، كتكون بحال هكا حاجه مصوبينه في الدار كنعرفوا حاجه كتكون نقيه وزوينه.
هنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما زينتهم كنخليهم هنايا الوقت اللي بديت كنزين فيهم. شعلت الفران من الفوق ومن التحت خليته حتى سخن مزيان، وهما خليتهم تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق كيرتاحوا، ومن بعد عاد كندخلهم الفران اللي كيكون شاعل من التحت ومن الفوق على 180 درجه. وهانتوما غتشوفوا معايا الشكل ديالهم كيف كيجيو، كيجيو صراحه رائعين. نتمنىكم ان شاء الله تجربوهم بهذه الطريقه. هانتوما الشكل ديالهم من بعد ما طابوا لينا، راه ما كياخذوش لينا وقت اللي هو طويل بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو محمرين وكيجيو مفشين وزوينين. انا غنقسم معكم ان شاء الله واحد الوحده باش تشوفوها كيف كتجي. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، و الى عجبكم ما تنساونيش من لايك ديالكم، بارطاج، تعليق اللي كتشجعني، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم.